As for Nabil Rajab, he was sentenced multiple times since 2012, arms in his name. Now, these charges are all clearly right, and Bahrain itself is legally committed that there is indeed an attempt to conceal the verdict in the most recent case, most recent conviction, amazing reading, take an exam, Indian and expression, end quote. So, first place, the logic is so twisted that it becomes, in this case and others like it, Bahrain's government is proving, and we should remember that these cases are significant. To this crackdown on, and in the country, so, okay, thank you very much. عندما نطالب بالإفراج عن النشطاء الحقوقيين والكافة وخصوصا عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب، لأننا نعلم بأن هؤلاء مارسوا عملهم بشكل مهني وإنساني. عندما تعرض شعب البحرين إلى الانتهاكات كان لابد من حضور إلى النشطاء بشكل فاعل من أجل إحقاق الحق. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان المجتمع الدولي وخاصة الآليات الدولية وبضمنها آليات الأمم المتحدة الضغط على السلطات في البحرين من أجل ما يلي: أولاً، القيام على الفور ودون قيد أو شرط بالإفراج عن عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب وإسقاط التهم الموجهة ضدهم. نحن بنشوف كمجتمع مدني، يعني نحن سلطة بالمجتمع، فمشان هيك التعاون تبعنا والتضامن يلي صار بيناتنا هو كتير أساسي وكتير مهم ليوصل الصوت. واليوم نحن بس يشوفوا السلطات إنه كلنا سوا على نفس الموجة وكلنا سوا عم نطلق صوت واحد، لازم يعيدوا النظر فعلا بالأفعال اللي عم يقوموا فيها تجاه المعتقلين. هيدا اللي قلنا، نحن عم نحاول نسعى لتشكيل ضغط، تشبيك بين بعض شيء أساسي، تشبيك بين بعض والضغط بإطار على القليلة إيصال الصورة، على القليلة إيصال الصوت الناشطين المعتقلين خلف قضبان السجون، إيصال صوت عائلاتهم، عسى ولعل أنه يغير عند المجتمع الغربي، لأنه عادة التغيير للأسف الضغط عم يكون من المجتمع الغربي أو المنظمات الدولية يلي يمكن بصفقة سياسية محل من المحلات عم تروح صوب الابتعاد، أو على القليلة عم تغض النظر عن الانتهاكات الموجودة. الانتهاكات ما تغيرت خلال 7 سنين أو 8 سنين، هن هي ذات الانتهاكات، لكن عم تزيد وتيرتها بسبب عدم، إذا فينا نقول، يعني المجتمع الدولي عم يكون فيه للأسف معايير مزدوجة عم تكون بهالإطار. واقعا يعني الإنسان البحريني استطاع بوسائله البسيطة أن يوصل صوته إلى العالم، لذلك هذه المنظمات الحقوقية تصدر تقارير، وهذه يعني أيضا الفعاليات التي تقومها هذه المنظمات. الشعب البحريني يعني لديه أرشيف كامل، كل ذلك من يقدمه في كل آن كحجة على من يدعي الديمقراطية. ونحن لدينا أمل بأن هذا المجتمع لابد أن يتغير، وخصوصا مع انسحاب أمريكا من يعني من مجلس حقوق الإنسان التابع للمتحدة، يؤكد عدم إيمانها بحقوق الإنسان، إنما هي تريد أن تبقي مصالحها من خلال إبقاء أنظمة تخدم مصالحها، ومن هذه الأنظمة هو النظام البحريني.